السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، وراح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. مشاهدينا الكرام، للاتصال بالبرنامج عندكم 4 أرقام للاتصال، لرقمين للداخل من زاخو حتى الفاو، الرقمين اللي بالأعلى تقدرون تتصلون بنا. أما الرقمين اللي بالأسفل، الأخوة العراقيين اللي ساكنين في دول المهجر، الأشقاء العرب بين الخليج العربي وحتى المحيط، وكذلك كافة دول العالم، من يتابعنا الآن يقدر يتصل بنا على واحد من الرقمين اللي بالأسفل، ونفس الرقمين اللي بالأسفل بصفن إشارة واتساب، اللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب كان يبعث لنا رسالة مكتوبة أتمنى تكون متبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم بتظاهرات ثوار تشرين والذكرى الثالثة للثورة. أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان اختفاء المتظاهر مرتضى الموسوي خلال مشاركته بالذكرى الثالثة لثورة تشرين ببغداد. الناشطين والمتظاهرين أو الناشطون والمتظاهرون بالعراق يتعرضون لعمليات خطف وقتل منظمة على يد قوات حكومية وميليشيات من نشوب ثورة تشرين عام 2019 ولحد هاي اللحظة، بسبب مشاركتهم بالثورة والتأكيد على مطالبها بإسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب بالعراق. منظمات دولية تتهم حكومات بغداد المتعاقبة بالتقاعس في وقف تلك الممارسات ومحاسبة المجرمين. بذات الوقت ناشد ذو المتظاهرين أو المتظاهر علي ستار اللي انبترت إيده جراء إصابته بقنبلة دخانية خلال مشاركته بتظاهرات الذكرى الثالثة لثورة تشرين ببغداد، ناشدوا أهل الخير للتبرع حتى ينقذوه ظل حاجته الماسة لعمليات. خلينا نشوف جانب من مناشداتهم. اسمع علي ستار البارحة صوب بساحة التقرير هي اليمنى فقدها وراء عملية هاي البارحة تعال ناصور الناشد الناصر طيب ومن الله كلنا توقف لهذا الشخص حالتهم تعبانه بيتهم حي مساكين بالزراعي وريد الناس اللي الله مكنها توقف لهذا الشخص هذا مثل ما طلع رفع علم عراقي وورده حط هاي باوه هاي ضحيه مالت شاب عمره 17 سنه ليش بين الحياه والموت شو مسوي؟ فطالب الناس الطيبه توقف لهذا الشخص وانا خادمكم هذا جانب. منظمة إنهاء الإفلات من العقاب أدانت هي الأخرى استخدام القوى المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين العزل ببغداد وباقي المحافظات خلال مشاركتهم بإحياء الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين أو لثورة تشرين. المنظمة قالت أن السلطات الحكومية بالعراق تستخدم العنف ضد المتظاهرين أثناء ممارسة حقهم بالاحتجاج والمطالبة بحرياتهم الأساسية اللي يكفلها القانون. مقطع مصور أظهر مطاردة القوات الحكومية لثوار محافظة البصرة لتظاهر عقب تنظيمهم تظاهرة مناهضة للأحزاب الفاسدة وميليشياتها بساحة البحرية ووسط المدينة ومحاصرتهم داخل مدرسة اليقين للبنات بمشهد قاسي شبيه بالأفلام البوليسية. خلونا نشوف. لاحظت الكلمة اللي كانت تنحكي من الشرطة يقول له ارمي، يعني ضربة طلقة، يعني ضربة بسلاحك. هو كل اللي سواه انه دا يتظاهر مثلا على شيء هو ما عاجبه. ببلد من المفترض بقانون وبالدستور يكفل حريته، ببلد من المفترض انه نظامه يعتمد على صوت هذا المواطن اللي دا يتظاهر. نقرا بعض التعليقات حول هذا الموضوع، الناس علقت عليه، واختارنا لكم بعض التعليقات من منصه فيسبوك. علاء يقول شنو ارمي؟ هيك دم البشر رخيص عندك؟
اما احمد المشهدان يقول هاي بلد يقول له ارميه شو مسوي؟ والله عمي كلمه للتاريخ، اذا ايش قالت هاي حكومه شعب بعد يحلم بالحريه. محمد صيهود يقول القوات الامنيه لو شاده حيلها على المهربين والحشيشه مثل ما تشد حيلها على المتظاهرين كان صار براسنا حظ. اما ماجد المالك يقول اثبتت القوات الامنيه ولاءهم لما كان هنالك فاسد بالعراق، يعني يقصد انه اثبت ولائهم لكل فاسد موجود بالعراق. مشاهدينا الكرام ويانا اتصال ابو عمر، حياك الله يا ابو عمر. حياك الله استاذ اسد المحترم، وحيا الله قناه الرافدين وجميع الكادر والساده المشاهدين الكرام. حياك الله. حياك الله استاذ عفل. احنا بالنسبه الشعب العراقي اللي بيعاني من سلطه الاحزاب من 2003 ولحد الان، يعني احنا كل ما تظاهرات تصير عندنا خريجين الطلبه اللي مخلصين وعندهم شهادات واللي يريدون تعيينات، نلاحظ من قوات الشغب او قوات الامنيه تقوم يعني بردهم مصيد الدموع او رش المي الحار عليهم او يعني ضربهم بالحروات. عندنا ايضا نلاحظ يعني من خريجين الكفاءات اللي الدراسات العليا، هذول الناس اللي تعبوا على نفسهم وضحوا من اجل الو وياك استاذ افل تسمعني؟ اسمعك كل زين. على نفسهم يردون ان يخدمون الوطن ويخدمون الامه اللي هاي اللي من 2003 لحد الان، انا ايضا نلاحظهم يعني عدم احترامهم لهذه المنصبه ولهذه المكانه من الشهادات العليا، ايضا نلاحظ قمعهم واعتقالاتهم وقتلهم، وايضا نلاحظ انه ثوره تشرين نفس الحاله اللي لاحظ من حكومه سلطه الاحزاب ومن ضغط الخضراء، نلاحظ القمع ونلاحظ الدخانيات ونلاحظ الطلقات اللي قاعده تضرب على المتظاهرين السنين، هاي الحكومه سلطه الاحزاب من 2003 لحد الان يعني ما عندها اي راي للشعب العراقي، سوى القتل والضرب والقتل اللي قاعد نشوفه، يعني للاسف هاي الحكومه احنا لمتى نظل بهاي الحكومه وسلطه الاعزاب بالقتل والدخانيات والاعتقالات الناشطين اللي قاعد نشوفه، يعني الشعب العراقي امام السلطات وامام الكاميرات وامام سلطه الاعزاب كلهم الشعب العراقي يريدون يعني وطن ان يعيش فيه بكرامه بخير وبامان، بس لاحظ انه هذه اعمال الشغب هي تجي من سلطه الاحزاب، ليش نشوف هذا القمع؟ ليش نشوف هذا القتل؟ وكل هذا اللي قاعد يصير اسبابه شنو؟ نتائجه شنو اللي قاعد توصل به سلطه الاحزاب؟ هل انه العراق ما عنده فلوس؟ هل العراق انه ما عنده ثروه؟ هل العراق انه ما عنده نفط؟ هل العراق انه ما عنده يعني على ثروات يعني تعيش دول يعني اربع دول تعيش من خيراته؟ ليش الشعب العراقي مظلوم من 2003 لحد الان؟ لا تعيينات، لا انه قاعد يصير وطن من اوطان بلدان العالم الاخرى. كل بنشوف القتل والتهجير يعني الهوب ابنائنا، فكل هاي الامور اللي قاعد تصير عندنا ان شاء الله باذن الله تعالى سوف انه يسترد العراق بخيره وان شاء الله بجهوده وناسه وشبابه، وان شاء الله النصر قادم للعراقيين. وانا تحياتي حياك الله. حياك الله ابو عمر، شكرا شكرا لك. مشاهدينا الكرام شفتوا الشباب اللي محصورين بمدرسة بالبصرة، راح نبقى بمدينة البصرة، مدينة البصرة اللي تعيش انهيار أمني ملحوظ من أيام. قبل ما نكمل حديثنا عن البصرة عندنا حميد من البصرة، حياك الله يا حميد. السلام عليكم أخوي. حياك الله أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة أخوي العزيز. أخ حميد قبل ما تقول لي رأيك أريد أسألك سؤال، حال البصرة هسه شلونه؟ اي والله اخوي سيء مثل حال بغداد، سيء. ما زالت الميليشيات الارهابيه المستكبره هذه ما زالت تلاحق بالمتظاهرين، اعاني بالحديد وتعاملهم بالحديد والنار. اي نعم. طيب القصف انتهى لو بعده؟ والله اخوي بعد القصف على البصره بعده. اي نعم، بين فتره واخرى بعده. نعم. وين دي تركز هذا القصف؟ يعني القصف وين دي يصير تحديدا؟ بيا مناطق من البصرة؟ مناطق عديدة والله أخويا، مناطق عديدة في البصرة قد يتركز بها القصف، بس لكن الميليشيات التابعة للمافيات هذه جزء من الميليشيات اللي جاي تواجه
المتظاهرين بالحديد والناس بالبصرة. طيب والله. المحافظ الشرطة الطوارئ شنو دورهم؟ والله أخويا كلهم هم أسناد مع الميليشيات، المحافظ ونائبه والباقي والمسؤولين الطائفيين أسناد مع الميليشيات الإرهابية التابعة للأحزاب الغاشمة هذه لقتل المتظاهرين، وأضافة إلى للأجهزة القمعية هذه التابعة للمافيات، هذه المافيات أي والله العقيمة نعم لقتل المتظاهرين. صدقني يا أخي شكوا هسه هاي المافيات اليوم حاكمة العراق كلها مافيات مستكبرة عقيمة مجرمة العرب. نعم كلها ماكو بيهم العنصر وبيهم العنصر الواحد إلا ما يطلع دكتاتور طاغية والله العظيم، لا أمانة لهم ولا حتى أي انتخابات بعد تذكر في الأيام القادمة لكل هالعناصر من هذه المافيات. نعم طيب الأهالي بالبصرة إخواننا هناك شلون شلون عايشين شلون يعني مدبرين امورهم؟ وصار القصف صار له تقريبا اسبوع بالخوف بالقوه بعد ما يسمعون نيراني رصاص الميليشيات الارهابيه التابعه للاحزاب الغاشمه هذه وبين الاجهزه القمعيه المجرمه التابعه لهذه المافيات. نعم نعم يا اخوي. نعم شكرا شكرا لك اخ حميد. اخ حميد يعني قدم لنا صوره صغيره عن الحاله اللي موجود بالبصره، صوره عن اللي دا يصير، صوره عن السلطات هناك شلون دا تتعامل ويا الوضع، وصوره ايضا عن الناس شلون عايشه بهذا الوضع. شكرا لك اخ حميد. نرجع او عفوا نبقى بالبصره. تجدد تبادل القصف الصاروخي بين ميليشيا العصائب اللي تتخذ من القصور الرئاسيه مقر لها وبين ميليشيا السرايا. يبدو أن طرفي النزاع لا يباليان بأرواح المواطنين حينما يقصفان بعضهم الآخر، يعني لما يقصفون واحد الثاني ما منتبهين ولا مهتمين للي دا يصير بالعراق، والنتيجة سقوط هاي الصواريخ على منازل المواطنين وتعكير صفو وحياة الناس. شدة المدينة وأمنها المدينة فجر اليوم مثل الليالي السابقة تجدد للقصف الصاروخي مثل ما راح تبين لكم اللقطات الواردة هنا. خلونا نشوف شوية من آثار الدمار اللي تخلفها تلك الصواريخ أو اللي خلفها ذلك القصف بظل عجز حكومي عن وضع حد لهذا الانهيار الأمني. خلونا نشوف الآن صاروخ كاتيوشا بالبصرة تجاه القصور الرئاسية، صاروخ الثاني هذا طبعا سقوط صاروخ في منطقة عويسان شارع القصر في أحد الدور. هالأثناء استنكر ناشط من البصرة ما يحصل من انهيار أمني وراء سقوط ضحايا وتضرر مواطنين من سكان المدينة، وطالب الناشط بتسجيل مصور الحكومة بالعمل الجاد لإيجاد حل لهذه القضية وإخراج مقرات الفصائل المسلحة من داخل المدينة قبل أن تتطور الأمور وتنشب معركة كبرى بيناتهم ويروح ضحيتها المواطن البسيط بظل تأزم الأوضاع واتساع الشرخ بين ميليشيا السرايا من جهة وميليشيا العصائب من جهة ثانية. خلونا نشوف جانب من حديث هذا الناشط. هذا الفيديو اللي وياكم كان يبين حجم اطلاق الرصاص ما بين الميليشيات، ميليشيا العصائب وميليشيا السرايا، وهاي القوات الامنيه اللي موجوده بالبصره ما قدرت تسوي اي شيء لهذا الموضوع، وعليه كان من المفترض ان تجد حل.
أما الناشط اللي دعا إلى إخراج المقرات الميليشيات من داخل المدينة فهذا كلامه خلونا نتابعه. صار ليالي والقصف وإطلاق النار المتبادل في منطقة القصور الحكومية لا زال مستمر. وبعد هذا يعني إطلاق النار اللي صار أو القصف الصاروخي اللي ضربت به القصور راح ضحيته أحد المواطنين وغير الأضرار اللي يعني أصابت بعض عجلات ومنازل المواطنين. أنا أسأل سؤال، هذه القصة إيش وقت تنتهي ومن نطبيها شرعية؟ أكو مرجع؟ أكو قائد؟ أكو واحد من الناس العقلاء يقبل أنه هذا الموضوع اللي يصير جاي بالبصرة تقتل الناس بدم بارد أو تتضرر عجلاتها ومنازلها فوق الرعب اللي عايشين ليلية، يعني خصوصا هذه المنطقة منطقة البراضعية اللي هي تقريبا قرب القصور الرئاسية. إذا ما حد يحكي أنا ترى أتحمل الكتلة، خاف واحد يريد يسكني من الناس المتضررين من هذا الكلام، تعالوا كتلونا أنا افتر بالبصر. يا أخوان ضروري أنه إفراغ القصور الرئاسية وكل الأماكن اللي هي موجودة بالبصرة هي ثكنات عسكرية غير تابعة للدولة، بأنه تطلع خارج البصرة خارج المركز، طلعوا هناك وتعاركوا، تعاركوا بالسريع، تعاركوا على عبد الله أبو نجيم، هذا مسألة تخصكم. الناس لما شافت الحالة اللي دي يصير بالبصرة علقت على هذا الموضوع واختارنا لكم بعض من التعليقات. أول تعليق ويانا من منصة فيسبوك فيحاء مرزة تقول هاي شنو يا ستار، صدق كذب، وين احنا وبيا زمن. اما سيد وسام يقول ايش تترجم الناس همج واكلت حرام، شو تسوي، تتقاتل عادي وتسلب والتاجر بالمخدرات. اما فؤاد العراقي يقول سوالف الفصائل ناس تبتز ناس، لازم البوق من الغربيه قليل هالايام. واخر تعليق ويانا من حسين علي يقول على الشعب يجب محاسبه القتلة المجرمين وقاده الميليشيات التي تقتل بالناس ومحاسبتهم حكوميا وعشائريا. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي تعليقات الناس حول ما يحصل اليوم في محافظة البصرة. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم أستاذ أسل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة اللي جاي يصير بالبصرة احنا متعودين عليه، صار بكل أنحاء ومحافظات العراق، يعني نعم. الطرف اللي الطرف الثالث هو الحشد الميليشياوي بكل نعم. مسمياته، من عصائب إلى سرايا إلى غيرها، هذول الطرف الثالث واللي يمتلكون السلاح المنفلت. وبعلم الدولة وبعلم القضاء العراقي وبعلم المراجع الدينية وبعلم شيوخ العشائر، كل الناس العراقيين في جنوب العراق ووسطه والناشطين يعرفون من اللي يحمل السلاح ومن اللي يضرب بالكارتيوشة ومن اللي يخطف بالناس. هسه اتضحت هاي الأمور كلها إن وراها هيئة الحشد اللي شكلها على السيستاني بفتواه الشهيرة. فالآن الناس ظهرت بالبصرة، ظهرت، لكن الخبط الأوراق من سرايا السلام أو العصائب وقصف القصور الموجودة في البصرة، قصور النظام السابق، بصواريخ الكارتيوشة، هذا يدل صراع ما بين العصائب من طرف الإطار أقصد والسرايا على استحواذ على المحافظة. المتظاهرين يعني كالعادة العراق كله منتفض بالضد من هاي الحكومة الفاسدة، وقعوا بيها المتظاهرين وصار تصادم، حتى عشائريا احدى العشائر يعني صفت مع المتظاهرين الاسلاميين. لكن احنا نشوف دور الحكومة وين، دور قائد عمليات البصرة محافظ البصرة، هذول نعتب عليهم لان هذول هم مستلمين زمام الامور هناك، لكن من جهة ثانية هذول تابعين الى احزاب والاحزاب هي اللي شكلت الميليشيات من سرايا او من عصابة اهل الباطل. فذولي شو الضحية، المشكلة الضحية الأبرياء من المتظاهرين، من الناس. أكو قتيل هسه قرب القصور راح ضحية القصف العشوائي اللي قام به سرايا السلام والعصاب. يعني ما تفتهم أنت، إحنا عايشين بغابة بظل حكم حزب الدعوة، حكم حزب الدعوة من جهة وحكم الصدريين من جهة ثانية، يعني قتل وتهجير وبطالة وكل شيء سويته، ما عندكم إنجاز يذكر لكم. يعني اليوم استعراض البارحة صار ضجة إعلامية على العمال الهنود اللي جاي يشتغلون بالبصرة، والمتظاهرين طالعين من خريجين وغيرها يطالبون بوظائف، يطالبون بعمل، يطالبون برواتب درجات وظيفية. وتشوف انت الأيدي العاملة لكل قطاعات النفط والبصرة والميناء، أيدي عاملة كلها أجنبية. ليش يا محافظ البصرة
شلون تقبل انت ابناء البصره قاعدين عاطلين على العمل والظاهرون بالضد من هذا الشيء، وانت عندك ايدي عامله لان كلها عقود ومقعدها ومقعيها في رئاسه الوزراء ويشرفون عليها العقود لان بيها اموال وفساد. وين القضاء العراقي في البصره؟ وين القضاء العراقي مجلس القضاء الاعلى؟ يعني فايق زيدان الجاي يسوي ما تعرف هاي الدماء جاي تسيل كلها ناس ابرياء ما عندهم سلاح رافعين بس علم ويطالبون بوطن؟ اللي هو يقدر يحاسب ميليشيات موجودة بالحشد، الحشد كله ميليشيات، حشد إرهابي اللي شكل على السيستاني هذا أصبح حشد ميليشياوي ما يأتمر بأمر رئيس الوزراء، والدليل المسيرات اللي ضربها بيت مصطفى الكاظمي ما حكى وياهم. وين السلطة اللي عندك؟ وين انت قائد عام القوات المسلحة من داسم على صورته بالقندرة حزب الله؟ يعني ما إذا احنا ما عندنا دولة، ماكو دولة، هاي ما تسمى دولة، هاي تسمى يعني غابة عايشين بيها، احنا عايشين بيها الناس الابرياء مع وحوش كاسرة ولاها الى ايران، كل الموجودين ولاهم الى ايران، حتى الصدر باستثناء القطيع اللي يتبعه الصدر ايضا من سرب ما يقدر يغرد خارج السرب، لازم يبقى ويا المالكي ويا ربعه. شوف هسه صمت الصدر صار لفترة ساكت، لا تغريدة ضد الإطار، لا سويتون النائب الأول من صعدتوه هذا يعتبر للإطار وإنجاز نصر يعتبر لهم يتبجحون بالمظاهرات اللي قمعها صدر وقمعوها الأمن الوطني والإطاريين مع الواحد استذكار مع الواحد عشرة يعتبر انتصار هذا للإطاريين، يعني مقتدى الصدر جاي يسوف بالوطنية الموجودة عند المواطن العراقي. وهو جزء من عملية سياسية وهو القاتل الأول والأخير مقتدى الصدر للشعب العراقي، كل ما يصير من قتل وتهجير على رأسهم لازم نذكر مقتدى الصدر، لأن هو كل الميليشيات خرجت من تحت عباده من حزب الله للعصائب للسرايا الجيش المهدي، لأن هم يديرون الدولة دولة من 2003 ولحد الآن ما شفنا من عندهم بس الدماء، ما شفنا من عندهم بنا مدرسة نموذجية أو نهضم في قطاع الزراعة أو الكهرباء، كل فشل في فشل. نعم، شكرا لك اخ صباح. ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم استاذ احسن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك حبيبي؟ هلا بيك يا الغالي. استاذي يا شيخ اخاف بعد يضربون البصره، بعد كم يوم يطلعون البعثيه يضربون البصره الصداميين، هاي يومي يفرون فراره جديده. نعم. العالم بدعت من الراحه، العالم بدعت من الراحه، خلي يستحون خلي يخجلون. شنو هو معركة انتم من هيج زلم؟ ليش ما ضربتوا الامريكان من طبو؟ كانت حاربون المحتل، حاربون المحتل كلها سوريات، اما بيناتهم ويهوس ما ادري يشوت. طيب بعد كم يوم يقول لك هذول البعثية الصدامية؟ نعم، يعني عيب عليهم. استحوا من يجي يقول لك انا سياسي. شنو سياسي انت؟ انت سيء ابن سيء، سيء ابن سيء، مو سياسي انت. انت جيت تدمر هذا البلد، دمر هاي الفئة الفقيرة البسيطة، دمروا الشعب العراقي، مال العراق ترجع بيه دولة، ترجع بيه سيادة من السابق المستحيلات. نعم. ومن يحكي يقول لك والله الصداميين البعثيين، ولا اي واحد من البرلمان نيجي قندرة اي بعثي العين. نعم. شوفوا هسه ما قلت بالشارع دمار، يضرب الثوار، يقمع الثوار هو شريد، يريد حياة كريمة، عيشة. نعم. كريمة أكثر من هاي ما يريد. نعم شكرا لك أبو عبد الله. مشاهدينا الكرام، تعاني الدوائر الحكومية بالعراق من فوضى، الفوضى هاي بين كل الناس تتمثل بسوء الإدارة وعدم استثمار التكنولوجيا الحديثة، لأنه لحد الآن خدمة مراجعين بهاي الدوائر تعتمد على الأساليب القديمة باستقبال ومعالجة معاملات المواطنين بوقت تطورت به الدول واعتمدت على استقبال المعاملات عن طريق الحاسوب أو رقمنة استقبال المعاملات من خلال ما يعرف بالبوابات الألكترونية أو الحكومات الألكترونية. ويبدو أن حكومات الاحتلال المتعاقبة أهملت هذا الشيء، وعليه صار الموضوع هو عبارة عن فسح مجال الأحزابها والموظفيها المرتشين حتى يعتاشون على هموم المواطن اللي يستهلك من وقته وجهده وأمواله هواية حتى يتمكن من إنجاز معاملة بسيطة يمكن أن تنجز بدول الجوار بغضون دقائق بسبب الأنظمة الرقمية الحديثة. ومن بين هاي المعاملات مثلا معاملة إصدار إجازة سوق حديثة،
خلونا نشوف حال المواطنين المراجعين بدائرة مرور البصرة وهم يحاولون إصدار الإجازة إجازة سوق بظل اكتظاظ الدائرة بهم وتأخرهم لساعات طويلة. محمد وآل محمد، هذا البصراوي أبو النفط أبو الخير، اللهم صل على محمد وآل محمد، على مود إجازة سوق مع الأسف والله. إجازة سوق والله، بس إجازة سوق، يعني ماكو شيء غير الإجازة، بس تسليم معاملة يعني، بس مواقفة مع الأسف والله. هاي البصرة ما بيها نت، يلا صيحوا هيات من الذلة وينكم؟ الاخوان هنا يقول لك انا ما اريد شيء، انا بس اريد اسلم المعامله، يعني مستعد ينتظر له يوم ويومين وثلاثه واربعه حتى تصدر له هويه الاجازه، لكن هو يقول لك انا هسه بس اريد اسلمها. وهذا هو الحال. من دائره مرور البصره نروح الى دائره شؤون المحاربين بالمدينه اللي هي الثانيه همين اذا تشهد اكتظاظ كبير وازدحام بالمراجعين بمشهد مخجل للبلد وبمدينه تطفو على بحر من النفط. خلونا نشوف. أعزائي المشاهدين، نبذل لكم هذا الحشد والتجمع. هاي دائرة حكومية من دوائر الدولة يا محافظ البصرة، وين القائم مقام، وين الطقاع السوداء قائد عمليات، وين تعال، هاي شنو هاي، وهذا باب واحد للدائرة وما حد يفتحه. وهاي شوف النسوان وين واقفه، وين النسوان، وين هي، شوف النسوان باب، هاي مره واقفه بين الزلم، لا تطبع عمي، لا تطبع عمي، ها يلا، وانا بين الزلم، يلا واحد كبروا انتم شرفكم. هو هذا الحكي، طلعنا لكم حال دائرتين، فما بالكم بباقي دوائر الدولة العراقية؟ أكو مؤسسات ودوائر هواية. شنو رأيكم إذا ذني دائرتين هاي بتختص بشؤون المحاربين مثلا؟ أكو دائرة كل العراقيين يرحولها، دائرة الجنسية، دائرة الجوازات. شنو حالهم إذا بدائرة بسيطة تختص بفئة معينة وشريحة بسيطة أو شريحة معينة من الشعب العراقي اللي هم المحاربين، هيك حالهم، فما بالك بدائرة يروحوا لها كل الناس. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على الموضوع، وكان التعليق من كاظم الهجول يقول للأسف الشديد أصبحنا نفقد التنظيم الإداري الصحيح. وقاسم الساعد يقول والله حكومة فاشلة، وين تردون توصلون بهالبلد؟ ومرتضى المياح يقول والله دولة كل خير ما بيها إذا المواطن العراقي هيج يعامله. أما جاسم الزامل يقول يا أخي مرادها صفنا، طلع منتسبين من دائرة 10 وسوي 10 سراوات ودقق معاملة مو معجزة. فكانت هاي تعليقات الناس حول الموضوع. مشاهدينا الكرام، ملفنا الرابع ملف مضحك، لأنه بهذا الملف سادت حالة من السخرية الممزوجة بالغضب على منصات التواصل الاجتماعي بالعراق بسبب تداول صورة لتصميم كأس السوبر العراقي اللي بدأ أو صار تقريبا شكله أشبه بمزهرية أو قوري شاي زجاجي كبير. هو ما وصفه مدونون أنه غير لائق وفضيحة كروية جديدة. وزير الشباب والرياضة عدنان درجال توج يوم الأحد فريق الشرطة بالكأس، كأس السوبر العراقي، ورا فوزه على نظير الكرخ بهدف دون مقابل بمباراة جرت على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد. خلونا نشوف. شكرا مرة أخرى لعلي الشمري، نجدد المباركة لفريق الشرطة لحصوله على لقب كأس السوبر لهذا الموسم، موسم الجديد، موسم 2022-2023. يعني كابتن خلف ما راح أعلق بعد على شكل الكأس، يمكن تريد تسولف. الكأس ما عربنا مزهرية خلاط ظهر علم، والسنة القادمة يكون ثريا. هو المعلق يقول ما عرفنا هذا الكاس شكله شنو، بس اكو كاس زجاجي. على كل حسابات ومدونين، أو عفوا حسابات عراقية ومدونون نشروا صورة لثريا شبيهة بالكأس، وقالوا انه هاي ثريا كانت معروضة للبيع باحد المتاجر الالكترونية بمصر، ويبلغ سعرها تقريبا 4000 جنيه مصري، يعني ما يعادل $200،
خلونا نشوف اللي ناشري الأخوة العراقيين. مثل ما تلاحظون مشاهدينا الكرام، فازة كلاسيك نحاس، فازة يعني مزهرية، موجودة على موقع، الموقع شحن مجاني للقاهرة والجيزة للطلبات أكثر من 3000 جنيه. وشاحن نعطيكم الصورة، هي نفس الصورة اللي شالوها نادي الشرطة العراقي بسبب فوزه بكأس السوبر العراقي البارحة. أنا السؤال اللي يطرح نفسه، يا دولة بالعالم تنطي كاس زجاجي؟ جاوبوني على هذا السؤال. مهم، على وقع السخرية اللي موجودة بالعراق على تصميم الكأس، طفت لصة فضيحة أخرى خلال المباراة نفسها، ونشر مدونون مقطع يكشف انتهاء الميداليات الذهبية. يعني تخيلوا أنت عندك فريقين، فريق لازم يأخذ الميدالية الفضية وفريق لازم يأخذ الميدالية الذهبية، بدل ما يجيبون ميداليات ذهبية زيادة عن اللزوم بحيث أنه يغطون الفريق والاحتياط والكادر وكادر التدريب والكادر الطبي، لا، خلصنا الميداليات الذهبية خلال تقليد اللاعبين أثناء مراسم التتويج. ونرفق الفيديو بتعليق إيجابي اللاعبون من الفريق الشرطة ما حصلوا على الميداليات بموقف غريب وعجيب. والله واحنا نتحدث عن مقبلين وبطولات وكيف راح نستضيفه، يعني اكو اشياء بديهيه. يعني هذه المجموعه لاعبي الشرطه خلصت الميداليات، وبالتالي هذا الموقف اللي صار، السيد محمد فرحان يطلب من اللاعبين اللي عندهم ميداليات، يابا انطونا ميداليات على مود نسلمها للباقيين. فتخيلوا وصلنا لهذه المرحله، يعني هي اكو اشياء والله العظيم، والله العظيم ابسط ناس يعني تعمل في الفرق الشعبيه، ولذا نشوف فيديوهاتهم يعرفون كيف ينظمون. يعني انا ما حاسب حسابي ايش قد انا اجيب ميداليات، او انا احسبها مثلا هذول عندهم 23 خلاص اجيب 23. يعني ماكو مثلا ممكن تنكسر واحده، ممكن تنسرق واحده، تضيع واحده، اعوض. تخيلوا عدنان درجال واقف وخصم ميداليات، اقول لك محمد الميداليات وين؟ هسه نشوف لك ابو التنظيم، يابا يقول لك ميداليات ماكو، عيني اخوي انت اللاعب اخذت ميداليه، اعطيني اياها بلا زحمه، ده انت صاحبك بالنادي. شوفوا الحال لوين ده يوصل. على ضوء هذا الموضوع انتقد مدونون ونشطاء استهانه اتحاد كره القدم ووزاره الرياضه بالملف الكروي، واتهموا القائمين على الانشطه الرياضيه بالفساد وعدم السعي للارتقاء بالمستوى الكروي والرياضي بالعراق. من جانبه برر المتحدث باسم اتحاد الكرة أحمد الموسوي اختيار كأس السوبر بهالشكل لأنه يمثل شيء من تاريخ العراق. أتمنى يقول لنا شنو يمثل يعني. وقال إنه الأشياء الجديدة تتعرض دائما للانتقاد، وراها يتعود الجميع على الوضع. خلونا نسمع. شنو اللي أقول لك؟ إنه الاتحاد العراقي كأس السوبر بهذا دائما ما تشوف انه كأس السوبر كأس ياخذ من تاريخ العراق او غيره شيء تفاصيل اللي موجوده واللي منتشره دائما في يعني مرات تشوف انت حتى في اوروبا من يستخدمون هذه الكؤوس الخاصه في كأس السوبر سواء كان في دول اوروبا او غيره. اذا ما يرمز هذا الكأس، تحدثت عن التاريخ والرمزيه، الى ماذا يرمز؟ يعني هو لو تشوف التحف العراقيه هي اغلبها بهذه الطريقه وبهذا الشكل. لو تشوف التحف العراقيه اغلبها بهذا الشكل وبها مقراضه وكوكله مال خيط. المهم على كل، هاي الفضيحه ما انتهت لهنا. اكو انباء على مواقع التواصل الاجتماعي تقول انه لاعبي نادي الشرطه او لواعيب نادي الشرطه تعرضوا الى سرقه بالملعب وراء انتهاء المباراه، وراء مفازه بكاس السوبر اللي نصهم ما حصل ميداليات، واخذوا كاس زجاجي جديد يشبه تاريخ العراق مثل ما يقول احمد الموسوي، تعرضوا الى سرقه هواتفهم النقاله موبايلاتهم. الناس لما شافت هاي الفضيحه الكرويه علقت على هذا الموضوع، وعدنا على هاشتاغ كأس السوبر العراقي اللي هو يعني موضوعنا كله. محمد الحربي يقول كأس السوبر العراقي الذي توج به اليوم نادي الشرطة متوفر بمتجر إنارات المصري بقيمة 220 دولار بصفة فازة بالمصري مزهرية بالعراقي، أي واحد يقدر يشتريه طبعا من الموقع، خصوصا هسه عليه تخفيض 5%، زين ما وزعوا نفاضات للاعبين.
اما مروة تقول الحكومه تشتري ترمس شاي مصري بسعر 4300 جنيه زائد مصاريف الشحن ما يعادل 322000 دينار عراقي كهديه الى الفائز الاول بكاس السوبر العراقي. هو هذا الدرجال اللي راح يطور الكره كره القدم العراقيه والملاعب. همزين ما نطوهم سماور وقوري مال حامض للعلم الترمز عليه خصم. اما هاجر الجاف تقول فازه كريستال مقدميها كاس لنادي الشرطه وراها يطلعون او بعدها يطلعون بتصريح يكذبون ويقولون الكاس تحفه تراثيه. ما اقول غير القبور تلفك يا عدنان درجال انت واللي وياك مضحكين امه محمد علينا. فوق الضيم مشترين يمكن بس اربع ميداليات ولفوها على كل اللواعب. ودعاء تقول هو اللي خلي الطوبه مال الدوري الطاسه وما خجل، ما تريد يجيب مزهريه من بي بي تي ويسويها كاس السوبر. أنا لو من الاتحاد وخاصة عدنان درجال أحرق روحي على هاي الفضيحة. كل هاي التغريدات كانت على هاشتاغ كأس السوبر العراقي. مشاهدين الكرام، أبو أحمد من بريطانيا حياك الله. الله معيك. السلام عليكم، شلونك استاذ أحمد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تعالي صالي ربع ساعة قبل دقائق قطعت استاذ أفل عزيزي بداية. نعم. أنه هذه الحكومة تكره الشعب فلا تتأمل أنه تقدم خير لهذا الشعب. يعني أنا ابتداء أنت ذكرت أنه القمع والهاي هاي عادية جدا، لأن شوف سيرة 19 سنة لم يقدموا منجز واحد بسيط إلى الشعب. يعني كل سنة بالصيف العالم متأزاية من قلة الكهرباء، وبالشتاء أي مطرة يا شتار إذا صارت يغرق الشوارع. هاي أوفا سنتين من أجل. أما أنا بس أدي ملاحظة بسيطة حول فتوى السيد عيسى الثاني. فقط في داعش الحشد انسحب راح، دول الموجودين قالوا مو حشد، دول ميليشيات وقحة تابعة للأحزاب الحاكمة بالعراق. ما له علاقة بالحشد، هم يسموها حشد يضغطون بغطاء الحشد. يعني هاي بس ملاحظة جدا مهمة. أما عن الكأس فهذه مهزلة وفضيحة. هو فعلا شكل السماور بالمناسبة أنا باحظة شفت تفاجأت به. ليش؟ لأنه عدنان درجال الرجل ابنه جنسيته قطرية، يونس محمود أخوه عمر جنسيته قطرية، أحمد الموسوي كان مذيع في قناة الفرات يقدم برامج رياضية. فأنت ابتعدوا. يعني شخص عملاق مثل الدكتور حارس محمد، كلنا نعرف الدكتور حارس محمد، إجى سنة 2012 صار مستشار للمنتخب العراقي، المنتخب العراقي صعد على نهائي كأس الخليج وراد يفوز بالبطولة لولا ما حصل فيه. جيبوا ذول الناس، كاظم منتشر جيبه، جيب غسان رؤوف، جيب هاي الناس الموجودة برا. تدري مهدي عبد الصاحب تفشي على سرقة ملعب الشعب لنادي الشرطة؟ تدري مهدي عبد الصاحب لاعب دولي جابوه مدير ملعب الشعب، اختار فد ناس وطور وبعدين هم حاربوه هججوه خلوه يرجع للسويد. احنا المشكلة الآن هي هاي الحكومة طاردة للكفاءات، كارهة للكفاءات وكارهة للشعب في آن واحد. فتأمل كل شيء. بس أنا عجبتني ظليت أضحك أكثر من خمس دقائق حول السماور. هذا هو سماور ترى، لا كأس ولا حاجة. يعني أطلب استدان شاي من الوزير. الشكر أستاذ أفل العزيز. شكرا جزيلا. شكرا لك. تحياتي. مشاهدينا الكرام، وراء الفضيحة الكروية نتكلم عن الجواز العراقي. الجواز العراقي واجه صدمة دولية جديدة بسبب عدم الاعتراف بجوازات السفر الدبلوماسية وراء تذيل المراتب الأدنى بقائمة أسوأ الجوازات على مستوى العالم. ويتجه المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالجوازات الدبلوماسية اللي تصدرها وزارة الخارجية العراقية بسبب الاعتباطية والفساد وعدم الاستحقاق بمنح هاي الجوازات. أكو آلاف من العراقيين شايلين جوازات سفر دبلوماسية تسهل لهم التنقل بين الدول وتمرير صفقات مشبوهة وتهريب الأموال من دون أن تكون لهم أي وظيفة. وعادة ما يمنح جواز الدبلوماسي إلى قادة الأحزاب والمقربين منهم من أعضاء الميليشيات، ينطوهم هاي الجوازات. أثارت شكوك دول مختلفة. تفاصيل أكثر تردون تعرفوها مشاهدينا الكرام بتقرير الإنفوغرافيك اللي أعده قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين. خلونا نتابع.
بكل بلدان العالم يفكرون اللي يحكمون البلد انه يحسنون مستوى الجواز ومستوى المعيشه ويحسنون الاقتصاد ويحسنون الحال بداخل البلد، واحنا دا نشوف العراق دا يتراجع يوم بعد يوم. جواز العراق لما يتذيل قائمه الأسوأ بالعالم وراها يصير عدم اعتراف بجوازه الدبلوماسي، تتوقعون بالمستقبل راح يعترفون بالجواز العراقي اصلا؟ هذا سؤال اوجهه الى كل واحد يعتبر نفسه مسؤول بهالبلد. مشاهدينا الكرام، تمر اليوم الذكرى 90 لاستقلال العراق وحصوله على موافقة الجمعية العامة، موافقة عصبة الأمم المتحدة ب 23 أول عام 32 1932، وقبول عضويته بناء على طلب الانضمام المقدم من المملكة العراقية آنذاك. وعدت حكومة كاظمي هاي المناسبة قبل عامين يوم للعيد الوطني بمحاولة منها للادعاء أن العراق يعيش ظروف طبيعية لتسويقه كدولة مستقلة بوقت يعاني به العراق من تبعات احتلاله على يد أمريكا وإيران تقريبا من 20 سنة. وتحولت هاي المناسبة الحكومية إلى فرصة عبر بها العراقيون عن واقعهم المأساوي وواقع دولتهم اللي استباحتها الأحزاب وميليشياتها، فضلا عن دولتي الاحتلال وأدواتهما اللي خلونا نستعرض سوى آراء العراقيين بمناسبة ما يعرف باليوم الوطني العراقي تحت هاشتاغ اليوم الوطني العراقي. مصطفى شاسب يقول، مصطفى شاسب هاشتاغ الحرية لعلي شاسب، 800 شهيد ومغيبين مصيرهم مجهول وأكثر من 1000 جريح رادوا بس وطن، ما رادوا شيء آخر وما لقوا هذا الوطن، عن أي وطن يتحدثون حتى نحتفل به؟ أصدقوني قولكم، هل عثرتم على ذلك الوطن حتى نحتفل سويا؟ هاشتاغ اليوم الوطني العراقي. علي الربيعي يقول، في اليوم الوطني العراقي لازلنا نبحث عن وطن، وكما عبر شبابنا الوطني في ساحات الاحتجاج منذ هاشتاغ تشرين 2019 وقالوا مطلبهم الأساسي هاشتاغ نريد وطن. أما ياسمين المحمدي تقول، طلعت حتى احتفل بالعيد الوطني العراقي بس من ذكرت بعض قادة الوطن وفسادهم وتخبطاتهم والجلاوزة اللي جامعينهم بمكاتبهم استحيت احتفل وأهني العراقيين، هاشتاغ اليوم الوطني العراقي. بارق العراقي يقول، لا كرامة عندما يكون أصحاب القرار في البلد ذيول، ولا عز عندما تتسنم الطفيليات مناصب ووزارات لتمتص خير البلد، ولا تحضر عندما تباع الشهادات العليا وتطبع المناهج الفاشلة ويكون للفوضى والعبث خطط استراتيجية يلزم تنفيذها، هاشتاغ اليوم الوطني العراقي والعراق خالي من الوطن. كانت هاي التغريدات حول هذا الهاشتاغ مشاهدينا الكرام. ومواضيعنا على السريع، الفوضى الأمنية، قمع المتظاهرين وخطفهم وقتلهم، الفوضى الأمنية اللي حاصلة في البصرة من نتيجة قصف ميليشيات السرايا والعصائب، والازدحام اللي يصير داخل دوائر الدولة العراقية، والفضيحة الكروية الجديدة بالعراق بكاز زجاجي عبارة عن مزهرية أو سماور مثل ما سماه أبو أحمد، وتعليقهم ونفاذ الميداليات الذهبية، وسرقة موبايلات نادي لواعيب نادي الشرطة العراقي حسب ما قال مدونون على منصات التواصل الاجتماعي. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، رسالة وصلت لنا تقول، السلام عليكم قناة الرافدين، قناة الأحرار والحرار، ربي يحفظكم وينصركم ويفرجها عليكم يا رب، تحياتي لكم من الجزائر. حياك الله أخوي العزيز، نحبكم والله العظيم، وإحنا نحبكم ونحب كافة أبناء الشعب العربي من الخليج العربي حتى المحيط، نحن الجزائريين ضد الأنظمة العربية الحاكمة العميلة للغرب. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لكل من تابعنا، شكرا جزيلا لكل من اتصل بنا ومن حاول أن يتصل بنا، وشكرا جزيلا لمن كتب لنا على برنامج الواتساب. مشاهدينا الكرام، تحية وألف تحية مني لكم مشاهدينا الكرام، بس مو على طريقة عدنان درجال، راح أظل متواصل وياكم، إلى اللقاء.